وقت السؤال لكل وزير. هنبدأ أستاذ محمد مصطفى، تفضل، من وكالة أنباء الشرق الأوسط. مساء الخير يا فندم، تحياتي لحضراتكم، وسؤالي موجه للسيد الوزير سامح شكري. ترتبط مصر وفرنسا يا فندم في الواقع بعلاقات صداقة تاريخية واستراتيجية، وتطابق في المواقف إزاء الكثير من القضايا، وربما يبرهن على ذلك حرص وزير خارجية فرنسا على زيارة مصر في أول جولة له بالمنطقة، ويمكن أول دولة حتى في أول هذه الجولة زي ما قال على منصة إكس من شوية. فهل سيادتكم أن تطلعنا على ملامح الرؤية المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية ومساحات التوافق في الرؤى بين الجانبين إزاء أزمات المنطقة وفي مقدمتها الأزمة في غزة؟ شكرا يا فندم. في إطار العلاقات الثنائية، فطبعا ضمن التنسيق الوثيق السياسي فيما يتعلق بالقضايا الدولية والإقليمية، ولكن في أيضا الشق الاقتصادي، الإسهام اللي بتقدمه فرنسا على المستوى الحكومي في إطار دعم مجهود مصر التنموية، الحزمة التمويلية لكثير من المشروعات القومية الكبرى، مشروعات المتصلة بالبنية الأساسية والنقل ذات أهمية بالغة، وستستمر جذب الشركات الفرنسية والعلاقة الوثيقة اللي بتربط بلدين تشجع على ذلك. وهناك مجالات عديدة وأفاق لزيادة حجم التبادل التجاري والعمل على ذلك، زيادة الاستثمارات الفرنسية واستفادتها من علاقات مصر بالدول الشرق الأوسط وأفريقيا، العمل أيضا في إطار العلاقات الثنائية الثقافية، والوزير ثمن كثيرا ما يربط بين البلدين على المستوى الحضاري والثقافي والتواصل المستمر عبر قرنين من الزمن. بالنسبة للاهتمام الكبير الفرنسي بالحضارة المصرية، ولكن أيضا بالحضارة المعاصرة والانطلاقة اللي بتحدث في مصر، سواء من حيث الفن، من حيث التعليم والابتكار، وأيضا رغبة مصر في الاستفادة بما وصلت إليه النظم التعليمية في فرنسا، إقامة السكن للطلاب في فرنسا لتوسيع رقعة الدارسين في الجامعات الفرنسية، أيضا ارتباط ثنائي ويؤكد على الرغبة المشتركة في دعم العلاقات الثنائية. أما بالنسبة للقضايا الإقليمية والدولية، فنحن دائما تصاغ السياسة المصرية على أسس ومبادئ، وفرنسا أيضا تلتزم بهذه المبادئ، مبادئ الميثاق الأمم المتحدة وضرورة العمل في إطار علاقات دولية مبنية على الاحترام المتبادل وخصوصية كل دولة واحترام سيادتها وأيضا المصالح المشتركة، والعمل بشكل إيجابي لتحقيق الاستقرار والأمن دون أي جهد لزعزعة الاستقرار أو سياسات المؤامرة وغيرها من الأمور. بالإضافة إلى أنه دائما كان هناك في القضايا الإقليمية الدعم لإقامة الدولة الفلسطينية، إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على مبدأ إقامة الدولتين، تحقيق الاستقرار والسلام والأمن للشعبين وشعوب المنطقة، وإن عوائد إنهاء الصراع والانخراط الإقليمي شيء مفيد، خاصة وأنه منطقة الشرق الأوسط هي متصلة عبر المتوسط مع جنوب مع شمال دول شمال المتوسط، وطبعا من أبرزها فرنسا. أيضا ما تم توفيره في إطار الثنائي من علاقة أمنية عسكرية دعمت من قدرات مصر على مواجهة التحديات وتكون قوة تعمل من أجل الاستقرار في المنطقة. الحمد لله يأتي استقرار مصر من خلال هذه العلاقة الوثيقة الأمنية والعسكرية مع فرنسا، أيضا العمل في إطار قضية الهجرة غير الشرعية، مقاومة والقضاء على الإرهاب، كلها أمور لنا رؤية مشتركة إزاءها ونعمل بشكل وثيق لتحقيقها.
شكرا. سؤال آخر تفضلي. AFP. Merci. J'aurais voulu revenir sur cette question. شكرا جزيلا. مصر منذ فترة طويلة جدا تدفع باتجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية. تكلمتم عن إنشاء دولة فلسطينية معالي الوزير. أعتقد أن البريطانيين تكلموا مؤخرا عن إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية. هل فرنسا تفكر بهذا الموضوع قريبا؟ عاجلا أو آجلا؟ إن استكمال عملية أو إن المحطة النهائية لعملية سياسية هي الاعتراف بالدولة الفلسطينية. السؤال المطروح هو كيف ومتى وبأي ظروف وظروف العملية العسكرية الإسرائيلية الحالية. وبالتالي نحن منتبهين جدا لهذه المرحلة ولقد ناقشنا هذا الأمر. وإذن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يأتي في نهاية العملية السياسية. ولهذا السبب أنا حريص جدا على أن الجوانب الأمنية إطلاق سراح الرهائن وقف إطلاق نار دائم تكون مرتبطة كذلك بالوضع والحل السياسي وعملية السلام. والعملية السياسية يجب أن تكون في إطار هذين النقطتين. أعتقد أن زميلي الوزير سيكون متفقا معي. سوف ندفع في هذا الاتجاه وأنا سوف أتكلم عن هذا الموضوع في إسرائيل في المرحلة المقبلة من جولتي.